وصلنا للأسواق. لولي كوكي ديروا بالكم، نريد ونريد ونريد، أنا جاية على التخفيضات، هشتري واروح للبيت. أوكي؟ أوكي يلا روحي انتي جيبي عربانة. واحد يجي يشتري يلقى كل شيء رخيص، شكو شيء عليه عروض شوفوا لي اياه خلينا نشتري، ما نقدر ندفع اموال. بابا ماما جزر مفيد للعيون احسن لش من الحلويات. لازم نسوي ب 15 كرون كلش رخيص. راح تحبون. لا راح احب ماما. ماما احب اناناس. ماما كلش زينه. بس دول هم يخلون الشغلات رخيص، يلا يرخصون السعر. عودي لي دول ما راح نشتري. حبيبتي دول ما اشتري من عندكم. باعوا؟ هاي خوش. باع السعر؟ شوفي هيك تعلمي تشتري دائما بالعروض، الشغلات الرخيصة أحسن. إيه حبي لازم تحبون، أكو أشياء مفيدة ورخيصة. لا حبيبتي رجعي 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 رجعي، جاية أشتري. لا ما يصير ما تشتري. لا 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 حبيبتي لا رجعي، أنا ما جاية أشتري شي شغلات، أنا جاية على العروض. أوكي افتهمتي؟ لا تفشيني من العالم، رجعي يلا يلا قدامي. دوري لك على شغلات زينة شنو؟ لا حبيبتي لا رجعي رجعي، أنا جاية أشتري شي شغلات، رجعي يلا. Oh no. يلا 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 قدام. ماما ما تشتري. إيش بيها ماما كلش بخيلة؟ أنا عندي فكرة. أنا أحبه. أي حبيبتي مفيد هذا وتحبوه، بس ما بي تخفيضات، رجعوه. بروكلي بي تخفيضات، بروكلي أبيض. ماما قلت شي رخيص، خليني اروح اشوف شي رخيص. كلش رخيص حبيبتي. بدنا نكمل ونروح للبيت. ماشي ماما ماشي ماما.
انتظروا اشو هنا اكو تويكس اثنين خلي ارجع لهم اني ما مشتري التويكس شنو هذا البوكس في ماما هاي احنا اسفين احنا بس ما تشتري شيء اي شيء رخيص والله يعني رحت اشتريت تويكس بدون ما تقولوا لي هذا هو البخل الانسان البخيل يولد اطفال حراميه فلا تصيرون بخلاء على اطفالكم اني اسفه منكم حبيباتي مره ثانيه اشتري لكم على اللي اقدر عليه ماشي ماشي يلا حبيباتي نروح للبيت لا تعيدوها مره ثانيه لا تصيرون بخيله بعد مره والله صدتوني يلا ما يخالف الاطفال قاموا يربون احنا الكبار